اكتر مرحله في حياتك حسيتي فيها انك محبطه فعلا وتفكيرك كله سلبي؟ لا كذا يعني هي محطات محطات، والسلبيه شكلها بتختلف في كل محطه. يعني واحنا صغير وانا صغيره كانت اقوى مني بكتير، دلوقتي بقيت اقوى منها. يعني موجوده بس مسيطرين عليها. في مثل بيقول لك ايه، الحياه ما بتبقاش اسهل بس انت بتبقى اقوى. صح. وده بقى الفرق، فاهمه؟ انت بقى كان عندك برضو فترات فيها افكار سلبيه، تخطيتيها ازاي؟ كتير. وكنت كبيره يعني، وكنت كبيره وراشده كده، حلوه كده ومنوره ومذيعه بتاع. بس الحقيقه انه الموضوع ده لازم بقى نقول لكم انه ملوش سن طبعا، ومش بالشرط ان انت تكون مش محقق نجاحات مهنيه. انت ممكن تكون محقق نجاحات مهنيه ومستقر على مستوى الاسره، مستقر عاطفيا وماديا، لكن يحصل اضطراب ما. انت ضغطت على حالك اكتر من اللازم، جيت على نفسك اكتر من اللازم في حاجه انت اعتقدت انك هتيجي على نفسك فيها، بس الحقيقه ان انت حملت على نفسك زياده. فبتبتدي تدرك انه لا، انا لازم لازم اسيب مساحه كده لنفسي. ايوه، بس عملتي ايه؟ لانه في ساعات ما بيقدرش يغير حياتك. لا، قد ما غيرتيش ما غيرتيش حاجات يعني جذريه واساسيه. تعايشت مع الحاجات اللي كانت مضايقاني، نفس الحاجات اللي كانت مضايقاك. تعايشت معاها كتير، وكنت بعبر، اتكلم، اقول، يعني ما اتكسفتش من الحاله اللي انا وصلت لها. وانت يمكن اكتر واحده من الناس، يمكن وقتها ما كنتش اعرفك قوي، بس كنت احب اتكلم معاكي، لان انت كمان كنت صريحه ان انت عندك نفس الحاله. فده يشجعك. يعني الحكي مهم جدا، الحكي، لانك بيخليك تفهم انه في ناس حواليك شبهك، انك مش لوحدك، مش لوحدك. صح. ويخليك تفضفض طبعا، خليك تفضفض. كلنا بنتعب. صحيح. واكتر حاجه بتحسس الواحد ان هو محبط ومكتئب وزعلان، انه يحس انه وحيد في الاحباط والاكتئاب والزعل والحزن، انه مفيش حد حاسس بيه، وانه مفيش حد. صحيح. هي دي اللي عايزين نوصلها للناس، انه كل حاجه حسيتوا بيها او كل حاله اكتئاب او زعل او وحاسين بيها دلوقتي، كلنا طبعا عدينا بالموضوع ده. ومهمه يا جماعه طبعًا. جدا هتفتكرها دلوقتي، مفيش حاله ايجابيه مفرطه كده، مفيش حد عايش كده طول الحياه. لكن الافكار السلبيه دي والمطبات اللي بنتشنكل فيها في حياتنا بتفرق كتير حياتنا بعدها.